يا هلا والله يا صباح الخير. إن شاء الله اليوم رح نكون معكم في جولة مع أمير منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان. رح يفتتح ورشة عمل بعنوان السلامة المرورية تقيمها أمانة منطقة جازان بريدس بلو مع عدة جهات خدمية. أيضا رح يكون في زيارة لمركز الحكم ومحافظة الريف. خلوكم معنا إن شاء الله نعطيكم هذه الجولة. نبدأ هذه الورشة بكلمة لسعادة أمين منطقة جازان. يأتي هذا المشروع حيوي في وقت تشهد في منطقة جازان عموما ومدينة جازان على وجه الخصوص، نهضة نورانية متسارعة ساهم في دفع عجلتها الظروف الاقتصادية المتميزة. السلام عليكم الدراسات المرورية جميع جوانبها من القوى وأنواع الدراسات المرورية وأمتع على بعض البحوث المرورية المبتكرة وتوصيات المرورية للبلديات ومن ثم نعرض على تعليق المشروع. حياك الله، محمد عقيش، قسم الأعراب. زور المركز الحبل وتشرف السلام عليكم والتعرف على عمل البلدية. لا شك الزيارات دائما تكون لها نتائج إن شاء الله إيجابية، ومن أجل ذلك هذا الموضوع حرص وجهنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر الأمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي محمد بن عبد العزيز الأمير منطقة جازان. لكن الحفل بتكون مضمونها وفي الآن مشاريع قائمة وفي مبادرات الآن انهيناها للأخوان في البلدية، وأنا إن شاء الله متفائل إن شاء الله بهذا الرجل أنه إن شاء الله كل فترة نجد فيه من العمل الجديد بإذن الله. الشيخ شعبان الشيخ محمد جواد رئيس بيض حيهم لك الله تعرف المباركة جبل القهر يأخذ نصيبه. أنا ما أطلب ولا غيري يطلب شيء مستحيل. أنا أطلب الخدمات اللي تصرف لمحافظة الريف أن توزع بالعدل. طالب الخدمات هذا حق مشروع والعكس يتقبلها رئيس البلدية مصدر الرحب وجميع كلنا في خدمة الله. تشريف موضوع فيها تكليف من ولاة الأمر لخدمة المواطن مهما يقدمون من أعمال ممتازة لا يشكرون عليها، هذا واجبهم. ما لديها من خبر وما لديها من أعمال وتدريب هي عقبات تقوم في
لنا بإذن الله. كلنا إن شاء الله حريصين على خدمة أي جزء من المملكة الغالية، ولكن المسؤولية مضاعفة على أصحاب المكان. قبل يمكن سنتين، هذه كانت جولتنا اليوم مع أمين منطقة جازان الأستاذ نايف من السعيدان على بعض محافظات ومراكز المنطقة. بلدية الحقو وأيضا بلدية الرأي تجتمع بالموظفين، شدد على إنجاز المعاملات، شدد على إنجاز المشاريع أيضا حسب توجيهات ولاية الأمر القاهرة إن شاء الله في تغطية أخرى وفي مكان آخر. يومكم سعيد في أمان الله.